سلام معطر بذكر الله مرسول لكم يا أجمل خلق الله من منطقة همدان، من هذا المنطقة الجميلة والرائعة والحلوة. شكلك عندك عمى ألوان، هذه منطقة جميلة وحلوة. هذه هي أرض الجنة التي ذكرت في القرآن الكريم في سورة القلم يا أسد خالد. صح، هذه طبعا أعزائي المشاهدين آية من آيات الله عز وجل إلى ما تقوم القيامة، وخاصة مرسلة لمن؟ لأصحاب رؤوس الأموال، التجار، المزارعين، الصدقة والزكاة، والله يقع بكم مثل هذه الأرض. أعزائي المشاهدين، نبدأ أولى فقراتنا لهذه الحلقة من برنامج الكاميرا في الريف 3، صح يا أستاذ كمال؟ أيوة، فقرة ممثل لأول مرة، تابعونا. أعزائي المشاهدين، نحن الآن نبحث عن ممثل في فقرة ممثل لأول مرة. أنا بنشقص واحد الآن، بنشوف الجاي نشوفه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ محمد حسين الغادر من همدان. أيوه من همدان. طيب، معنا فقرة اسمها ممثل لأول مرة، ممكن تمثل وتتنافس مع واحد من زملائك في القرية؟ أمثل بالجائزة. هذا أيوة. بيتشرط من البداية به جائزة، المركز الأول 15,000 والثاني جائزة ترضية 5,000. على ضوء عاد بزال 15 ولا الخمسة؟ الخمسة ناوي للخمسة عشر. أمانه ناوي؟ أمانه للخمسة. وهذا البلكون ماي؟ هذا حكي غطاية الرأس. إذن أعزائي المشاهدين، انتقل لزميلي خالد وبيبحث الآن عن ممثل لأول مرة. صباحك فل وانت كذلك. صباحك قشطة وانت كذلك. صباحك ورد. صباح الفل والورد والياسمين لكم. الله سهل. طيب، معانا فقرة اسمها ممثل لأول مرة. ها، مسابقة بين اثنين، واللي يفوز معه 15,000 والجائزة الثانية 5,000 ترضية. ها، فما رأيك تشارك معانا، تسابق تفلت وتجي معانا؟ ها، إذا كان يقصلت سوا ويقع عمل كلام فيابا عليك، هنفلت العمل بكله ونجي نوبة معكم. ما توبة، نشتغل ونربى ما نفعل. أتمثل؟ أيوة أمثل. وبعده طيب، زميلي كمال مع واحد ناوي على 15,000. يا أخي والله كل واحد ومجهوده ومجهوده. ايه، أتمثل إن شاء الله. مستعد؟ الله ضو كل مستعد. مستعد. الآن نصور المشهد أنا وأخوه، أنا والأستاذ خالد، هذا صاحبي يا سلام. وهذا صاحبي. وعن بسر من عيفوز. أنا متأكد إنه ما عيفوز. تشوفوا المشهد على ضوء المشهد حقنا تمثلوا. الله. هيا مرياك. الله ضوء. أنا شيء. كم مرادهم؟ يلا. أيوة. الفائز عايستلم 15,000 والثاني 5,000 ترضية. طيبة نفس. هاي. موافقين؟ أيوة. يدك. يدك. صلي يا غبي وذكر محمد وانا ملاك. الله محمد ما يشفع لنا. الله محمد في النار والحامة. الله محمد صلي يا غبي وذكر محمد وانا ملاك. الله محمد ما يشفع لنا. الله محمد في النار والحامة. الله محمد محجوب في حق ابي وجدي هو ما ضرك الا الكيف والظنط والتكبة، ولا بتزكي ولا بتصدق. يا رجال اعتبر، اليوم دنيا قدوة آخرة، ما تبصرش أرض الجنة ما أقع بها. عدك شي تأكل حق المساكين؟ بين أقول لك الصبح لك صبحة وصفرة. أنا لي صبحة وصفرة. أيوة بين أقول لك في حقي. بتعمل في بتحفر في من؟ في حقي. هذا حقي وحق أبي وجدي. يا عويابا والله يقع يوم جن. يقع يوم جن والله. لا يقع يوم جن. كسر يدا. كسر يدا كان. كسر يدا والله. لا يقع طعن مشالك. ها ها، كسر من بالله. طبعا احنا خلصنا مشهدنا. اسمك مثلي؟ انا رحوي. ما اسمك؟ محمد. محمد وانت؟ حمير. حمير محمد. ايوه حمير. كملنا احنا مشهدنا، المشهد الاول، المشهد الثاني عليكم. علي. مستعدين؟ مستعدين. اقنعونا واقنعوا الجمهور الحاضر والجمهور المشاهدين. مستعدين؟ مستعدين. صلي يا غابي وانا ما ذكرت.
ما يشفع لنا سنر والحامة هذا للزحاوق أنا. الله أرضى علينا ما قد به يا مه ما قد به أنت محجور بحق الله محجور به أنا بينك الله محجور جالس الكبر حدا جالس الكبر حقك في الزنط وتكبر على المشاكي ما بيك فيش لا بتزكي ولا بتصدق اعتبر اعتبر ما وقع باصحاب الجنه اعتبر انا باين اقول لك محجو محجور ما بتحجرني دي حق ابي وجدي انا باين اقول لك محجو في هكذا في هكذا بتهرب تعمل حبل حبل لا حقه العكس في هكذا باين اقول لك محجو ولا اللي بتهرب باين اقول لك محجور حقي في حق من بتحجر باين اقول لك حقي حق من بتحجر باين اقول لك حقي حق من بتحجر باين اقول لك حقي انا عاد اقعد اليوم طعن مشالك انا باين اقول لك حقي ها حقك من اي حي حقي حقك من اي حي انا باين اقول لك حق ما هو الدليل ما يثبت حقي وين الدليل حقي حقني انا باين اقول لك حقي هكذا صليت ما مليت شغل على خا حبي في حق ما بده اشتغل في حق ما انت بتخاف الله بدر با ما قد وقع ما قد حرق الباريها وانت عادك بالجد نحب حق بي ما هو خاف الله يا اخي ما هو يا اخي محجر اها محجر الله بتحجر من حق بنحجرك سمعني سمعني محجو سمعني محجور يا اخي سمعني الناس بتسمعوا لازم ما على دوار محجور يا اخي محجور في حق من بتحجي حق ابي حق ابو وجدي حق ابي وجدي هذا حق ابي وجدي انا ما انا ظالم وضع ارضي انت ما عادش تاكلني في حقي هكذا هكذا باطل هذه صرفوا علي صرف من اين بيصرفوا لا تزي الشلهدة صرفوا علي اخي الله والنبي عليك محجور وغر وكلمه وكلمة بغير سماع الخلق من شقي أبو أهانة ولا ما يقع أي قع خبر ثاني ما 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 دليل إنك أيوة سعد أقول لك ما يدلي ما د... هذا الظلم حكات راح لك من حكي يا أخي راح لك البربر أسا أرحم الراحمين ما بيقع بكا وما قد بالشي وعاد وعاد قدر بابا واحنا وضرب المثل تنفي عبد الله الله حتى يزي شطبا ايوة امه بعد ما وجعت رجلي عين ابن حاكي اوجعت رجلي هذا وسب الظلم حقك هذا ظلم احنا الحراء هذا بالمثل الحراء ما ينتمثي هذا قد بيبين في التمثي يلا كبيقع حبيبي اخي اسمع كلمة حق من هذا حق بي حق ابوك اي حبيبي لا ابوك ولا جدك اخي لا زي شلهدة ابوك ولا جدك اخي لا زي شلهدة ما عاد سوي لا يقع يوم جن لا يقع يوم دمر إذن أعزائنا المشاهدين من وسط الجير بأهلي مثلنا فيها ويعني فاجأونا الأخ حمير محمد صالح حمير والأخ عبد الله والأخ محمد الغادر والأخ محمد الغادر كان أداء جميل من الطرفين وبحالة استثنائية قررت اللجنة تقسيم الجائزة نصفين 10,000 للأخ محمد و10,000 للأخ حمير نحن الآن نبحث عن ضيف فقرة أنت السائل لهذا اليوم في منطقة همدان أعزائنا المشاهدين الآن لقينا ثلاثة نشتي نشوف من هو ضيف فقرة أنت السائل معنا فقرة ما أنت السائل أبطالها أو بطلها هو الشخص نفسه معك سؤال كم يسأله وقالت فاجأتنا هذا الحلم ما بش مواذا لا بش ولا سأل
سواء انا السؤال اللي عاد اطرح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يعني اكل هذا على الشيء وهو ما هم الاسودان. السؤال هو ما هم الاسودان؟ يا سلام، سؤال منطقي وجميل بصراحة. ما هما الأسودان؟ أنا أعتقد أنه التمر والماء. التمر والماء. أيوة. سؤال بسيط يا مشاهدينا، أها الآن أشرح لك فكرة المسابقة بعد ما تدي لي السؤال، علشان لو عرفت فكرة المسابقة عدي لي سؤال صعب. فكرة المسابقة هذا 25,000 هذا في رصيدك. أنا أعرض السؤال حقك على 5 أشخاص، كل من جاوب يسحب رصيدك 5، ما جاوبش أنت فعلها الرصيد للجيب في الكرس. إذا في الجيب يعني في علم النفس. في علم النفس. إذا أعزائي المشاهدين، أنت السائل ضيفها اليوم فضل حسن صالح الذفيف أبو مزاحم، الأستاذ فضل الملقب أبو مزاحم، وينتقل الميكروفون مع زميلي الأستاذ خالد الجبري ومع هذه الفكرة. طبعا هذا المتسابق الاول، الشخص الاول. ايوه هذا منو الشخص الاول المتسابق الاول؟ اسالك ما هم الاسودان؟ الاسودان الماء والسماء ولا القماء ولا السماء؟ الماء والنجوم. الماء. ما هو ركز. الماء. أنا شيك ثبت إجابة. حدد الإجابة. الأسود الماء. الحمد لله الماء ومانا. الماء والسحاب. ما تقول إياه. لا تربشه. ما بين البيت ده عندك ها. لا تربشه. يعو. لا تربشه ها. ما هو الماء. والسحاب. السحاب سودة. والمطر. ما عشت ما عدلاش. ما عدلاش كذا قال لك الماء والسحاب. ما عاد باقي. الحمد لله. أنت الصراحة بس ودي نص الإجابة. الثاني نص الإجابة لكن إذا أديت النص الثاني أدي لك الجائزة. أيوه الماء صح. الماء صح بس. أيوه واللي ما عاش غيره. ما يلا أعزائي المشاهدين، متواصلين في فكرة أنت السائل، وصلنا للشخص الثاني. الآن تفضل اسألها سؤال. إذا جاوبت من قصد من رصيدك كم؟ 5. وإذا ما جاوبت احتفظ برصيدك. احتفظ ثنية. تفضل. ما هم الأسودان؟ الأسودان الأكل العقل. أيوه التمر والماء. إيه كم عدد الخمس يا رجال؟ خف عيد هاي. بسم الله. بس يا تفضلي. ألف هاي 4 و1000 عاد خليها وقتي. خلاص يلا أعزائي المشاهدين، الآن نبحث على الشخص الثالث. الثالث. نعم. الثالث. الثالث. شكلها عاد تقرأ عليك. صورة الثالث من بعدها عجز عاد تقرأ على الكل. يلا تابعوا أعزائي المشاهدين.